نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية كفر شحاتة التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة كورونا. قافلة النهاردة بقرية كفر شحاتة تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. قافلة علاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية، بتقدم الجزء العلاجي والمتمثل في العيادات التخصصية. عندنا 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة. عندنا كمان المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل. عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. كل الفحوصات دي الغرض منها إن هي تسهل على الطبيب القرار تجاه المريض، سواء كان إن هو هيكتب له العلاج المناسب ليه، وده طبعا متوفر في الصيدلية وطبعا بالمجان. الصيدلية فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة. إلا وهو محتاج تحويل لأقرب مستشفى مركزي بنحوله، سواء كان استصدار قرار على العلاج على نفقة الدولة أو إن هو بيعمل عملية جراحية. لما جت النهاردة وجدت إن جميع التخصصات موجودة، وناس كتير قالوا لي وروني الأدوية امبارح وروني العلاج. جميع العلاجات موجودة وبتصرف بالمجان تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأي مشكلة عند أي حد جراحة عامة أو عمليات أو أي حاجة بيحولوهم على طول على مستشفى الأزهر بالمجان. العلاج هنا حلو، وعلاج الصيدليات أصلا غالية، لكن هنا ما شاء الله العلاج هنا ببلاش وكشف ببلاش، و يعني الدكاترة هنا ما شاء الله حلول معانا، ما فيش أي حاجة هنا بيهتموا بالمرضى بتاعتهم، فبصراحة وبيصرف علاج كتير كويس. ومش أول مرة بصراحة، دي كم مرة إحنا بنيجي قافلة، وبجد الناس كويسة جدا، والدكاترة هنا بتهتم جامد جامد.